السلام عليكم، شكرا في اخر الاحوال. يكون معكم تشيز كيك مذاق القهوه. دايره الاضاءه الله، ولكن نحن مغيم ديما، تيكون مغيم واخا كتكون في الصباح الشميشه. المهم دابا اللي هنايا مقادير عندنا، هنايا بيسكوي. انا خديت برانس ني بالشكلاط وضربت ليه ملقه ديال الزبده حتى ولينا يعني مرمل مرمل بهاد الترميله. دابا الفران درتو على 120 درجه يسخن، وغادي نستمر يعني تشيز كيك غادي نقدمو يعني بهاد الطريقة. نحاول نقادو يعني مزيان كيما كتشوفو. صافي غادي نستمر حتى نكملو. يعني بعد ما قديتهم كما كتشوفوا، يعني قديتهم طب المعلقة يعني بهذه الطريقة، عفوا نتي تبات بهذه الطريقة صدقاتهم مزيان. دابا غندخلهم في الغيش، شدوا راسهم غادي يخرجهم بين ما ان شاء الله نصاوبوا كريم. دابا غادي نجيو نوجدوا الكريمة هاد اللي دوبت فيه الزبدة، غادي نخدم به باش ما تخش المهم بزاف. غندير دابا نص كاس ديال الماء كما كتشوفوا، عندي فهاد البلاطة هاد الكاسرون، وغادي ندير كازير الشكلاط يعني حبوب. الحلو ماشي كاكاو، تقدر دير فونا تا كاكاو تزيدو عليه شاصية أولا معلقة. دابا غادي نجيو باش نديرو هاد المذاق ديال القهوة. تنستخدم انا هادي جولد هي اللي زوينة في الحلويات، و القهوة تاعها صراحة زوينة. غادي ندير معلقة يعني كبيرة، وغنخلط مزيان. غنديرو فوق البوطة، ماشي غادي يفيض، غير غادي من الاضاءه تكون غير غادي يسخن شويه صافي. دابا غادي نوجد الكريم. هنايا عندي الجبن اللي تيكون بالماء ديالو، انا استخدمت هادي بغيت نقط الماء بزاف. عندي ياغورت بالسوس بدون اي نكهه، هنا ما غندير لا فانيلا والو لان درت هنايا القهوه داك الشكلاط يعني غبره. غنحتاج يعني هاد الجبن، يعني تقدروا ديروا اي جبن صراحه، تقدروا ديروا الا فاش كيغي تقدروا. يقدروا واحد يضيف ياغورت مسوس مع نيدو، ولكن هاد الكريمة تجي زوينة صراحة. احتاجو يعني فقط طرب يداوي، تقدرو تضيفو ديرو عفوا طرب يعني. نحاول نخلط يعني هاد الكريم باش نشوفو البوطة بعدا لا تفرق لينا الشوكولاتة. فيني صافي، شي غير خلينا صافي نخليو هنايا جانبا، وغادي نحاول يعني هاد الكريم نحركها. دابا غادي نزيد السكر في مخلط الكريم، ونزيد ثلاثة ديال المعالق السكر. الحلاوة تقدر تزيدو، نضيف يعني
غادي ندفيه بشويه بشويه تنحرك في الدماغ في التحريك. الريحة ديال القهوة صراحة رائعة. غادي نزيد وين انا هاد المرحلة غادي نزيد الملقة ديال النشا. النشا تيجي فيه مكان زوين، تيجي عقد يعني في الفوق، غادي يبقى نحرك ماين في الدار لما يكون بالتحبيبات. دابا سيداتي غادي نزيد جوج بيضات، نخلطهم باش ما يدخلو لينا في داك الكريم، وغنزيد قبيصة ديال الملحة. المهم انا بغيت نزيد شويه ديال هادشي بارتيا، تقدروا تزيدو بغيتكم الملحه قبيصه ديال الملحه. غادي نجيبو هما دوك من الفرن، كيما كتشوفو هي طراسون صافي. وغادي نبدا نبقاو نضيفو عليه ملعقة ملعقة باش ما يجينا السايب. المهم راه غادي يبقى يعني نكمل هادشي بهاد الطريقة، بقا نضيف ملعقة ملعقة باش ميجيوش يعني جناب اني خارجين، بإضافة يمكن لي ندير شي كاس ولا. والفران راه خليتو شاعل يعني بين ما كملتهم كاملين، دابا غندخلهم الفران. غادي نزيد عليه شوية 180 درجة وغنخليهم حتى يتجمع ليا يعني كريم. غادي يبقى يعني نقيس نشوف واش تجمع ليا ونخرجهم. كما كتشوفوا الا خرجتوا من الفرن سخان بزاف، المرحله اللي جد مهمه خصهم يبردوا على الاقل على الاقل 4 سوايع. دابا نخليهم يبردوا يعني جانبا، بين ما يبردوا شويه ندخلهم للفريكو، خصهم يبردوا مزيان باش يكونوا ناجحين معانا. بعد ما يعني بردوا لي التشيز كيك ديالنا، زينتهم انا بشويه ديال الكاوكاو هرمش، كتقدوا تضيفوا معاه لاصوص كراميل اللي كيتواجد عندكم، تيجي صراحة زوين وهادي. تيجي صراحة زوين وهائل. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ويعجبكم، وما تنساوش من لايك واشتراك وشكرا على المشاهدة. جربوهم تجيو زوين، فرحوا وليداتكم. السلام عليكم ورحمة الله.